حنا تيبني هذه المبادره اللي خدات وزاره الداخليه اليوم من اجل يوم دراسي حول المجالس الاقليميه بالمغرب، واللي غادي تتبعها مباشره بعد اليوم الدراسي وفي نفس اليوم العمل على انتخاب وجمعيات المجالس الاقليميه بالمغرب، فهذا شيء مهم جدا. اللقاء في حد ذاته سيعزز من التعارف ما بين الرؤساء المجالس ديال المغرب، وما بين تبادل الافكار، وما بين التطرق الى مختلف الاكراهات اللي كتشملهم في التسير ديالهم لمختلف المجالس، خاصه في نسخه المجالس الاقليميه بعد تطويرها وبعد توسيع الاختصاص ديالها وبعد مرور السيد رئيس المجلس الاقليمي من رئيس كرئيس ومن رئيس اوردوناتور رئيس امر بالصرف، فشيء هذا مهم جدا. فالمقارنه بين ما هو كتب وما هو الملموس والممارسه في الواقع شيء مهم جدا، لا يمكن ان نقوم بهذه المقارنه بصفه ناجعه الا بتنظيم مثل هذه الندوات، فنخرج بخلاصه كيف يعيش مختلف الرؤساء في اطار القانون الجديد. تاخير يعني لان يعني الفكره وال يعني كانت منذ بدايه ديال يعني الولايه، منذ بدايه الولايه ديالنا كرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، يعني كانت عندنا الفكره ديال تاسيس الجمعيه يعني على يعني كنظيرتها من الجمعيات كجمعيه رؤساء يعني الجماعات وجمعيه ديال الجهات كذلك، يعني كان عندنا دائما اننا هذا الهاجس ديال اننا التكوين. ولكن يعني المشكل اللي كانت لقيناه هو انه كان جمعية سابقة، وهذه الجمعية السابقة اللي كانت يعني متوقفة وكانت يعني وكان قانونها الأساسي يعني يفيد كون أنه المؤسسون كيبقاو دائما يعني يمارسون مهامهم. ولكن من بعد يعني قررت اللجنة التحضيرية بعد الاجتماع ديال مراكش، قررت اللجنة التحضيرية أنها تأسس جمعية جديدة وتعطيها يعني زعما انه الرؤساء اللي يعني اللي غادي يكونوا فيها يعني غتكون عندهم الصفه فقط ملي يكونوا يعني في الولايه ديالهم كرؤساء. قمنا بواحد درنا واحد اللجنه التحضيريه وجدنا القانون الاساسي، واحد مشروع القانون الاساسي ومشروع النظام الداخلي، وغنعرضوهم دابا على هذا الجمع العام، وغادي ان شاء الله باش نخرجوا هذه الجمعيه من الوجود. جينا اليوم باش نحضروا لهذا اللقاء الدراسي التواصلي مع المديريه العامه للجماعات المحليه، وكذلك المدير الوالي المدير العام للاداره الترابيه. فحضرنا هذا النهار مع كل المجالس الاقليميه ديال المملكه، وكان لقاء في الحقيقه عنده دلالات، والاخص حنا هذا القانون التنظيمي 112/14 اللي كان الاصدار ديالو في 2015 عطى واحد الفرصه للمنتخبين وبالاخص رؤساء المجالس الاقليميه باش يمكن لهم يكون عندهم واحد التوجه صحيح في هذا الميدان هذا، لان بعد المواكبه كذلك ديال السلطات الاقليميه وكذلك وزاره الداخليه بصفه عامه، فهذا القانون الان خصو يكون على كما اشاروا لكل المتدخلين على اساس خصو يكون يطبق حرفيا، وبالخصوص ان عندنا اختصاصات ذاتيه والمشتركه اللي ركزوا عليها الساده المتدخلين من العمال وكذلك المولات. فاحنا راهنا الاشاره وجينا اليوم باش يمكننا نستافدوا باش يكون هناك توصيات، باش يكون هناك تطبيق الحذافير ديالو على كل ما يجري في العمالات، لان كاين هناك تفتيشيه اللي زارت تقريبا المملكه او المجالس كلها ديال المملكه خلال 2016 و2017 وعطات واحد التقييم ديالها على اساس انه باش يكون هناك واحد الحصيله كيفاش كتخدم هذه المجالس في ظل المواكبه ديال كما قلت لكم ديال السلطات الاقليميه وكذلك الوزاره الداخليه بصفه خاصه. فكان هذا اللقاء جد مثمر،
كان لقاء في 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 الحقيقة لقاء يكون لقاء لابد من هذه اللقاءات. أنا بغيت نشوف وكنا تكلمنا مع السادة العمال وكذلك السادة الممثلين ديال العمالات وكذلك رؤساء العمالات باش يكون هاد اللقاءات يكون تواصلية ولقاءات يكون دائمة باش يمكننا إن شاء الله نخرجوا بواحد العمل إن شاء الله خلال هاد الولاية ما تبقى من الولاية وهي 3 سنوات إن شاء الله. وكذلك بعد هاد اللقاء لابد غادي يكون المجالس باش يديروا واحد الجمعيه ديالهم ديال رؤساء المجالس الاقليميه والعمالات على غرار المجالس الترابيه وكذاك الجماعات الترابيه وكذلك مجالس الجهه. الا ان المجالس الاقليميه والعمالات مازال ما درناش الجمعيه ديالنا، فاحنا ان شاء الله اليوم بصداد باش نكونوا هاد الجمعيه ديالنا وتكون ان شاء الله الكل هكا تطلعات، وخصوصا في ظل القياده الرشيده ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس صلى الله وإياده. وشكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.